بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمركب الرياضي مولاي رشيد، كما تعرف الجميع أن هذا الملعب هذا اللي تتصارع على الصيانة ديالو هي مجلس المدينة، والشركة اللي كان مخول لها أنها كدير جوج المرات الإصلاحات في السنة. كاين إصلاحات على مستوى الشتاء، فصل الشتاء، وإصلاحات اللي تتعرف تهيئ العشب الطبيعي على مستوى فصل الصيف. فتقريبا الآن أكثر من سنتين ونصف هاد الشركة هادين هاد الصفقة ديالها، وبالتالي الملعب ديال مولاي رشيد ما استقبل حتى شي إصلاحات على الإطلاق، وبقي في الوضعية ديالو. ولكن كاينه واحد المجموعة من الأخبار على أن ملعب مولاي رشيد إن شاء الله غادي يكون ضمن الملاعب المستهدفة اللي غادي تستقبل الفرق، سواء تعلق الأمر بنهائيات كأس إفريقيا ولا في نهائيات كأس العالم إن شاء الله. والملعب إن شاء الله غادي تصلح، وغادي يكون في حلة دولية، لأنه فعلا يتوفر على مرافق مهمة، وعلى أنه يقدر أنه يستقطب وأنه يستقبل فرق، كما هو يعني موعود عليه أنه تستقبل مجموعة من الفرق الوطنية والدولية. وعنده واحد الصيت وواحد الصدى اللي هو طيب. وما ننساوش أنه في البطولة ديال الشان اللي كانت تنظمات في المغرب، فكان هو الملعب الرسمي للتدريب ديال الحكام الأفارقة، وكان الاتحاد الإفريقي يعني يوميا تحضر في التدريب ديالهم آنذاك تما، وكذلك مجموعة من الفرق الدولية الإفريقية اللي كانت كتحضر معنا التدريب دائما، سواء في الولاية الماضية أو في الولاية الحادية. فإن شاء الله هذا الملعب هذا غادي يرجع إن شاء الله للجودة ديالو، لأنه عنده أرضية ممتازة تحتاج الآن واحد الصيانة اللي إن شاء الله قريبا غادي تستأنف الأشغال ديالها الشركة اللي هي معنية بالأمر، وغادي يكون إن شاء الله الملعب على أتم الجاهزية والاستعداد لاستقبال يعني مباريات وتدريب ديال الفرق اللي هي في المستوى العالي.